خلينا نتكلم على يعني بعض الملفات هنتكلم عليها سريعا. نتكلم اكيد على النادي الاهلي، شايفين ان كمان حسين الشحات في الفتره اللي جايه بيتعافى بشكل كويس قوي، وكان حسين معانا هنا في البيت الكبير، وكان دايما انا حتى سالته بره الهواء انت راجع امتى، فقال لي انا بحضر نفسي مش يمكن مش مباراه الدوري، ممكن بعض مباريات الدوري، لكن التاهيل الحقيقي المباراه الافريقيه وخاصه مباراه الوداد. انت شايف طبعا رجوع حسين الشحات هيبقى ان شاء الله اضافه كبيره وحلول فنيه طبعاً. داخل الملعب طبعا حسين الشحات بدا النهارده تحديدا اول برنامج التاهيل بتاع التاهيل النهائي اللي هيبدا يخش بيه على التدريبات بتاع الفريق ويبدا يرجع ان شاء الله. يعني انا المتوقع ان في الفتره من 10 ل 15 سبتمبر تقريبا هيبدا يرجع للتدريبات في النادي الجماعيه التدريبات الجماعيه، يعني تقريبا في خلال الخمس ايام دول من 10 ل 15 سبتمبر، اي قبل الماتش اللي هو ماتش الذهاب مع الوداد حوالي ب 10 ايام. نامل ان الشحات يجهز بشكل قوي وشكل مميز لهذه المباراه، لان عودته هتكون اضافه قويه للنادي الاهلي، وهيدي المدرب حلول كتيره جدا، لان صحيح. طبعا فايلر محتاج حسين الشحات من القوة ومن العناصر المهمة جدا في فريق النادي الاهلي، فعودته هتكون اضافة جميلة جدا واضافة قوية جدا، اكيد هتفرق مع النادي الاهلي وهتفوق النادي الاهلي، وبعندك اكتر من حل واكتر من بتاع ويشعل الحماس في المنافسة على المركز اللي بيلعب فيه. طيب.